خطر داهم يتعرض له سكان مدينة الحسكة السورية مع مواصلة القوات التابعة لتركيا إيقاف عمل مضخة محطة المياه الوحيدة في المدينة وسط صمت دولي وتجاهل المنظمات الدولية عن جريمة ضد الإنسانية يرتكبها المحتل التركي. قاطعين مي تعلق، ما في مي، السيارات ما تلحق، ونروح نفوت اين شان، يقول مشان الله مي مي، ما بدنا مي، ما اين بيت، يقول والله ما عندنا دمعة المي، وهالسيارات هذول ما يلحقوا، وبدون يعني حل هالشعب هذا المسكين. وحسب مصادر أهلية فإن المحتل التركي ومرتزقته يتلاعبون أساسا بكمية الكهرباء الواردة إلى المحطة والتعدي عليها وتمديد خطوط لتزويد مناطق انتشار إرهابيه في منطقة رأس العين، الأمر الذي ينعكس سلبا على عملها. عم يصير صراعات بين رؤوس كبار، عم ندفع الفاتورة إحنا الشعب الفقير، الشعب اللي ما عم يصل صوته حتى، في الآلام بالحسكة كثيرة متعددة، وحل مشاكلنا ما عم يصل. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من جانبها أعلنت رفضها الشديد لقطع نظام أردوغان والتنظيمات الإرهابية التابعة له مياه الشرب المغذية لمدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها، واعتبرت أن هذا الأمر يعرض حياة أكثر من 1,000,000 شخص للخطر، فضلا عن أن تفشي فيروس كورونا يضع الأطفال وأسرهم في خطر غير مقبول. ومنذ احتلال تركيا لمدينة رأس العين في منتصف أكتوبر الماضي، بدأت مدينة الحسكة تعاني كل فترة وأخرى أزمة في تأمين مياه الشرب وانقطاعا متكررا للمياه بسبب تحكم تلك الميليشيات بمحطة علوك التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب في المنطقة. فخلال عام فقط قطعت تركيا المياه عن الحسكة نحو 8 مرات، مما دفع سكان المدينة إلى اللجوء لحفر آلاف الآبار بحثا عن المياه.